تعكف الدولة على تنويع مصادر الطاقة بإقامة مشاريع جديدة تكافح التلوث وتحسن الشروط البيئية. ويعد مشروع اختبار تقنية المركبات الكهربائية واحدا من هذه المشاريع التي تهدف لاستدامة مصادر الطاقة وتحقيق بيئة نظيفة وآمنة. المزيد من التفاصيل في سياق التغيير التالي. مشروع تقنية المركبات الكهربائية يهدف إلى تقديم مقترحات ومناظير مستقبلية تختص بالسيارات الكهربائية عبر استخدام الطاقة المتجددة. من أهم أهداف المشروع هو استخدام الطاقة المتجددة لمحطات الشحن السيارة الكهربائية، وبالذات أن الكويت تعتبر منطقة من المناطق شديدة الحرارة، فحلو أن احنا نستخدم الخاصية الموجودة فيها الكويت بإنتاج الطاقة المتجددة أو الطاقة النظيفة، ونولد هذه الطاقة لشحن السيارات الكهربائية، وده الغاية المهمة في المشروع اللي قاعدين نطبقه. تعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والجهات مثل وزارة التجارة، هيئة العامة الصناعة، شركات البترول، قدرنا ان احنا الحمد لله ان احنا نحط 22 محطة شحن كهرباء في الكويت، ومن ضمنهم 4 بتعتمد على الطاقة المتجددة. يعني ان شاء الله قاعدين خطوة بخطوة نحاول ان احنا نتغلب على التحديات اللي قاعدة تواجهنا. السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية ستسهم بشكل كبير في الحد من الانبعاثات الضارة، وخصوصا أن هذا النوع من السيارات لا يستهلك الوقود الأحفوري. من خلال برنامج المشاريع الرائدة في المؤسسة نقوم بتمويل مشاريع نموذجية. هالمشاريع هذه طبعا هي احنا ما نمول شيء جديد، طبعا انه شيء مطبق برا لكن مو موجود بالكويت، ولا ليس فيه اي مثل تشريع او ممكن مو منتشر بطريقه واسعه في الدوله. منها مثلا نقول مشاريع الطاقه الشمسيه، فالمؤسسة قامت بتمويل عدة مشاريع للطاقة الشمسية. طبعا الطاقة الشمسية مطبقة في جميع أنحاء العالم وبطريقة منتشرة جدا، فطبقناها أول شيء عشان نزيد الوعي بين الناس عن طريق تركيب خلايا الكهروضوئية والطاقة الشمسية في الجمعيات التعاونية. اهتمام كبير توليه الدولة بشكل عام ومؤسساتها المختلفة على وجه الخصوص للمحافظة على سجل دولة الكويت البيئي. نواف الشراكي، تلفزيون دولة الكويت.